أسعد الله مساكم بكل خير حبايبي. أنا الآن طالع من الفندق، بروح أوريكم الشارع اللي اليوم قلت لكم عليه، اللي هو شارع بورغوس الشهير في مانيلا. فأبشوف كيف وضعه الليلي، كيف حياة الناس فيه في الليل، وربنا يسهل. طبعا الهدف مو انه يعني نشر للحياة الليلية والصخب الليلي في هذا المكان، لا، الهدف للتوضيح فقط لا غير، عشان تعرفون ايش فيه. وصلنا للمكان، فنبدأ نغطي لكم هو بشكل أفضل. أوكي. يعني في حركة وفي ناس رايحة وناس جاية وفي حكومة. طبعا ما حبيت أصوره على يدي اليسار، يعني معليش ممكن تشوفون مقاطع أو شغلات ما هي كويسة، فأنا أعتذر. زي الصخب الليلي في هذا الشارع.